والثاني الثاني قال تعالى وصينا الإنسان بوالديه إحسانا صدق الله العظيم. لو تحدثنا فضيلة الشيخ قليلا عن بر الوالدين خاصة ونسمعه من حقوق للوالدين في هذه الأيام. شكرا يا أبو حسن بارك الله فيك. وأما السؤال الثاني ووصينا الإنسان بوالديه وصينا الإنسان بوالديه حسنا وصينا وبالوالدين إحسانا. نعم المراد البر، المراد البر بهما بالقول وبالفعل وتأمين حوائجهما والإنفاق عليهما إذا احتاج، لأنهما هما كفلاك وأنت صغير لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا، فإذا عجز بالكبر والشيخوخة أجب عليك أن ترد الجميل إليهما وتبر بهما. قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وحق الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فتكرر هذا في القرآن أن الله يذكر حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى، فهذا يدل على تأكد حق الوالدين وأنه فرض على الولد. نعم.